تركيا تضع اللمسات الأخيرة على عمليتها الواسعة في الشمال السوري. الغرض الأساسي من العملية تأمين منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في الداخل السوري. هذا جانب من الخطة، فيما أشارت معطيات إلى فتح جبهات في مناطق سيطرت قوات سوريا الديمقراطية لإبعاد أي خطر من حصول هجمات على تلك المنطقة. التحرك العسكري التركي أرفقته أنقرة بحراك سياسي دولي لتأمين الضوء الأخضر لتلك العملية، فهل حصلت عليه؟ وكيف ستغير هذه المعارك موازين القوى في الشمال السوري؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من اسطنبول مدير معهد اسطنبول للفكر دكتور بكير أتاجان، ومعنا من القمشلي الصحفي زانا عمر. مرحبا بضيفي دكتور بكير، مساء الخير. دعني أبدأ معك، هناك حديث عن عملية عسكرية واسعة النطاق ستشنها أو ربما بدأت بها تركيا في الشمال السوري. أولا، ما نطاق هذه العملية وما الهدف منها بالتحديد؟ يعني كما أشرتم قبل قليل في تقريركم، يعني تركيا تسعى جاهدة إلى تأمين أمنها القومي في الدرجة الأولى وخاصة في الشمال السوري، وثانيا والتي هي أهم، يعني أن تكون إذا هناك، علما بأنها طوعية للاجئين السوريين الذين متواجدين في تركيا، إذا أرادوا الرجوع إلى مناطق هذه المناطق طوعيا أيضا تأمين هذا المستلزمات، وخاصة من الناحية الأمنية، يعني هذه مهمة جدا أيضا. ونقطة ثالثة لابد الإشارة إليها، يعني هناك تهديد إن كانت من حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية أو القيادة التي أو قيادتها التي هي أتراك بامتياز أو يحملون الجنسية التركية ولكن متواجدين على الأراضي السورية وهم الذين يهددون الأمن والاستقرار في تركيا. ثالثا، هذه يعني العصابات أو الميليشيات الإرهابية هي أيضا تسير وفق الطلب الإيراني في الفترة الأخيرة، وبعد خاصة أن تركت بعض المناطق التابعة أو التي كانت تسيطر عليها روسيا في الفترة الأخيرة، وهذا أيضا تهديد مباشر لتركيا، وتهديد ليست فقط مباشر وإنما تهديد أيضا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كليا، بعد أن يعني تمركزت في بيروت، في بغداد، في اليمن وفي دول عديدة. لذلك ليس من الأمر السهل أن تكون تركيا يعني أو أن ترضخ لما يحصل بهذه السرعة. الآن تركيا تواجه النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط دكتور بكير؟ عفوا، الآن تتحدث على أن تركيا تواجه النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، هل هذا ما فهمته من كلامك؟ لا نستطيع أن نقول في الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط لها أصحابها، هم الذين مسؤولين عن هذه الخطة. لكن إذا كان هناك يعني هناك حدود مشتركة ومصالح مشتركة بين وبين سوريا وخاصة الشمال السوري، وهذا يعني لأن إيران واضحة ماذا تريد من هذا الخط، لذلك هذا تهديد للأمن والاستقرار في تركيا. لذلك تركيا تسعى جاهدة إلى حماية مصالحها وحماية مصالح أيضا سوريا في نفس الوقت، لأن هذه مصالح مشتركة للدولتين في هذا الشريط الحدودي خاصة. ثالثا، يعني حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية هي تهديد ليست فقط للشعب السوري والشعب التركي، وإنما أيضا تهديد للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. لماذا أقول؟ لأنها تارة في حضن النظام، تارة في حضن الولايات المتحدة، تارة في حضن روسيا. الآن هم يدعون العكس طبيعي ضد روسيا، تصريحات الآن خاصة لأن روسيا صرحت قبل ساعات اليوم، واضح جدا، قال بأن إلى جانب العملية التركية. ويجب أن لا ننسى إيران هي التي دكتور بكير، نقاط كثيرة أثرتها، خلينا نسمع رد من ضيفنا في القامشلي السيد الصحفي زانا عمر. مساء الخير أستاذ عمر، مرحبا بك معنا أيضا. ما رأيك فيما قاله الأستاذ بكير؟ في نهاية المطاف تركيا تريد الحفاظ على أمنها القومي وعلى مصالحها
ووقف الإرهاب في 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 المنطقة، ولهذا هي تقوم بهذه العمليات. ما رأيك؟ مساء النور، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالنسبة للأمن القومي التركي، يعني متى كان هناك أمن قومي تركي في أعوام 2013 عندما كانت داعش تسيطر على الحدود التركية السورية؟ وقتها لم تتحدث تركيا عن الأمن القومي، وكانت داعش تركيا مسيطرة على ذلك الحدود. عندما حررها السوريون من وحدات حماية الشعب ولاحقا قوات سوريا الديمقراطية، تقول تركيا أن هذا هو خطر على أمنها القومي. يتحدث عن نفوذ إيراني، يعني أين هو النفوذ الإيراني في شرق الفرات من المنطقة الممتدة من شمال شرق سوريا وحتى منبج، تتواجد فيه قوتان، يعني ينتشر فيه قوتان، الأولى هي أمريكية والثانية هي روسية، وقوات سوريا الديمقراطية شركة التحالف الدولي الموثوق في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. يعني وإلى الآن يعني وكل التصريحات واضحة، حتى وزارة الخارجية الأمريكية أكدت بأنها تنتظر التزام تركيا لوقف اطلاق النار، اتفاقية وقف اطلاق النار، اتفاقية اكتوبر عام 2019. واليوم كان هناك دورية لقوات الأمن الداخلي، الإدارة الذاتية والحكومة السورية وبغطاء جوي روسي بشكل اعتيادي في المناطق في ريف رأس العين والقامشلي. يعني خليني أسألك على هذه النقطة، هذا التعاون لافت في هذه المرحلة أستاذ زان. الآن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت يعني تجري تنسيقا وتدريبات مشتركة مع الروس ومع القوات الحكومية السورية، هل يعني هل هذا تطور جديد مش هيك؟ ليس تطورا جديدا، يعني منذ عام 2019 بعد الانسحاب الامريكي والهجوم التركي على منطقتي راس العين وتل الابيض، وقتها ذاك الفراغ الذي تركه التحالف الدولي في تلك المناطق والهجوم التركي، قوات سوريا الديمقراطية اتفقت مع الروس ومن ضمن ذاك الاتفاق هو انتشار القوات الحكومة السورية على طول الحدود الفاصلة بين تركيا ومناطق التي تديرها الإدارة الذاتية الذي هو ممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية. الأمر ليس جديدا يعني. طيب دكتور بكير، ما رأيك في هذه النقطة؟ الآن هناك من يرى أنه كل هذول يعني هؤلاء الأفرقاء اجتمعوا لمواجهة التهديد التركي بين قوسين المستقبلي، ما رأيك في ذلك؟ قبل الإجابة على سؤالك أريد أن أنوه على نقطة هامة. بعتقد هناك كان لقاء قبل أسبوع أو 10 أيام بين رئيس المخابرات السورية علي مملوك وقيادي من قنديل ويحمل الجنسية التركية صبري أوك، الذي هو المسؤول عن الملف السوري بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية قسد. ولذلك هذا التدخل السوري أو الجيش السوري الآن، النظام أقصد هنا، يعني جاءت بناء على هذه الاتفاقية الجديدة مؤخرا يعني، وهذا معروف يعني وليست بجديد طبيعي، لأنها كانت هناك تنسيق، ولكن هذه المرة التنسيق أصبحت علن ومكشوف، لأن أصبحت حاجة ماسة من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية أن تطلب المساعدة من نظام الأسد لحمايتها من أي عملية عسكرية من طرف تركيا. بالنسبة لسؤالك، طبيعي يعني تركيا واضح جدا بأن العمليات التي تعانيها يعني أو ما يحصل من تفجيرات وعمليات إرهابية داخل وخارج تركيا على الحدود واضحة جدا، يعني يوميا هناك اشتباكات وهناك أسلحة موجهة إلى داخل الأراضي التركية من هذه المناطق وتفجيرات مفخخة وما شابه ذلك. لذلك تركيا يعني مهما كانت الأسباب، هناك عمليتين، حتى عملية في داخل الشمال العراق سوف تبدأ قريبا جدا جدا، وعملية داخل
سوريا. لما أقول عملية، هناك اتفاقيات بين الولايات المتحدة نعم لوقف إطلاق النار، ولكن القوات قسد وداعميها لن يلتزموا بهذه وقف إطلاق النار. كانت على اتفاقية بين روسيا وتركيا من طرف، واتفاقية بين الولايات المتحدة وتركيا، ولكن نجد بأن هذه القوات قسد المدعومة أمريكيا من نظام الأسد من إيران، وخاصة في الفترة الأخيرة أصبحت واضحة إن كانت تحت مسمى في العراق الحشد الشعبي وفي سوريا من طرف النظام أو من طرف حزب الله وميليشيات إيرانية أخرى، لأنها تشارك معهم في الجميع الحركات والاشتباكات التي حصلت والتي تحصل في الأيام القادمة، لأن هناك يعني واضح جدا بأن إيران هي التي تبنت حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية، إن كانت في قنديل، إن كانت في شمال سوريا أو حتى في داخل يعني إيران. الآن وحدات حماية الشعب وقصد وكل هذه المجموعات مدعومة من إيران ومن حزب الله ومن الحشد الشعبي ومن الولايات المتحدة ومن كل هذه الأطراف مع بعض. نعم نعم، يعني لماذا أقول يعني واضح جدا سيد العزيز، 1979 عندما كان الشاه هو الذي طلب من عبد الله أوجان الذي هو زعيم هذه الحركة بأن يعني يعلن هذا الحزب حزب العمال الكردستاني لكي تستعمل ضد تركيا في هذه الفترة، وليست يعني هذه واضحة، هذه هناك تقارير استخباراتية بالآلاف وليس بالمئات بأن هذه كانت من تأسيس، ومن ثم بعد الشهر يعني تمثلت في الملالي وما زالت مستمرة. وعندما هاجمت تركيا في الفترة الأخيرة في شمال سوريا، من كان إلى جنب هذه الميليشيات كانت حزب الله والميليشيات الإيرانية. طيب خلينا نسمع من الأستاذ زانة عمر في عفرين، إن كانت في جرابلس، إن كانت في مناطق خاصة حزبرة. فيما يتعلق بالدور الأمريكي. نقطة أخيرة عفوا، نقطة أخيرة يعني للأسف الشديد بكير. ضيفك يدعي نعم. أستاذ بكير خلينا نعطي ضيفنا في القامشلي فرصة، وإذا ضل معنا وقت أعود إليك أولا فيما يتعلق بالدور الأمريكي، هل هناك ضوء أخضر برأيك أمريكي نعم. لتركيا للقيام بعملية عسكرية من هذا النوع؟ ليس هناك ضوء أخضر أمريكي، وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية واضحة جدا في هذا السياق. أود أن أسأل ضيفكم، عندما يجتمع كل هذه القوى الإقليمية والدولية من أمريكا وإيران وآخرون لدعمهم وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، لماذا تركيا أيضا لا تنضم إلى هذا النادي الداعم لقسد يعني لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة؟ عندما اجتمع لا تنفي يعني دعم كل هذه الجماعات كل هذه الأطراف عندما قرر لقصد مش هيك السيد العزيز ممكن أن نجيب عليه بسرعة؟ أنا لا أنا أنا على عن باب من باب السؤال فقط أريد أن أنوه إلى النقطة. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قبل الآن لحديثه مع مجلة فورسيزم تحدث بشكل واضح جدا بأن قوات سوريا الديمقراطية تريد تحييد مناطقها من الصراع الأمريكي الإيراني، ومرارا وتكرارا تعرضت قواعد التحالف الدولي التي يتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية مثل حقل العمر في ريف دير الزور إلى هجمات صاروخية من الميليشيات الإيرانية المتمركزة في الميادين والبركمال. يعني أنا قلت من باب الضحوكة يعني لماذا تركيا لا تنضم إلى هذا النادي العالمي في دعم قوات سوريا الديمقراطية؟ يعني ممكن زعيمين جواب خليفتين تنظيم داعش الإرهابي طيب. البغدادي ولاحقا عبد الله قرداش قتلوا بتحالف الدولي وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية على بعد كيلومترات عدة من الحدود التركية، وكانت الجندرمة التركية على يعني المحرس التركي موجودا هناك. يعني هذا يدل على فشل. خلينا نسمع من الدكتور بكير كان يريد الرد على الطرف الآخر هو نجاح لقوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب في أقل من دقيقة. يعني إذا وافقت حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية أن تحرص المصالح التركية كما تحرص مصالح إيران ومصالح النظام السوري في قتل الكرد
ضد والالتقاء مع النظام وأيضا مع إيران قتل الكرد في إيران، فتركيا على استعداد بالتعاون مع قسد في حماية مصالحها، ولكن هم على شرط أن يكونوا مرتزقة لتركيا كما هم مرتزقة لإيران وللولايات المتحدة ولروسيا وللدول الأوروبية زي السويد وفرنسا وألمانيا وقسد في الشرق الأوسط. هذه شرط واحد فقط، شرفاء يدافعون عن أنفسهم وعن العالم وعن إرهاب الدولة التركية جنبا إلى جنبا معهم في أي شيء يطلبونها. شكرا جزيلا لك دكتور بكير أتجان، مدير معهد اسطنبول للفكر، كان معنا من اسطنبول، وأشكر ضيفنا من القامشلي الكاتب الصحفي زانة عمر، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.